اليوم يوم القيامة، ينفخ في الصور النفخة الأخيرة، وتنشق القبور وتبعثر. أول من ينشق عنه القبر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل الله مطرا من السماء فتنبت أجساد الناس كالزرع، ويبعثوا من جديد حفاة عراة يكسوهم التراب خائفين، ينتشرون ويتفرقون، ويكون اتجاههم إلى أرض المحشر والحساب. يسير الناس في هذا اليوم، منهم راكبا ومنهم ماشيا، ومنهم من يسير على وجهه، ومنهم كالذر وهم المتكبرون، ومنهم من يشتعل جسده نارا وهم المجرمون، كل على حسب عمله وإيمانه. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء خالصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرسة النقاء ليس فيها علم لأحد، ويكون لكل إنسان موضع قدميه فقط، لا يوجد لا جبال ولا زرع، الناس كلهم حفاة عراة، ويجتمع مع كل ذلك الجوع والعطش والتعب، ويبقى الناس في أرض المحشر يوما واحدا ومقداره 50,000 سنة، فيها تدنو الشمس من رؤوس الناس، ويغرق الناس في عرقهم، كل على حسب عمله، ومنهم من يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وذلك كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وتأتي الملائكة بالنار واللهب، وترمي بها الكفار والعصاة، وتقترب الشمس من المخلوقات بقدر ميل، فيأتي الناس يتشفعون بالأنبياء، فيذهبون إلى آدم عليه السلام، وإلى نوح، وإلى إبراهيم، وغيرهم من الأنبياء، وكلهم يقول: نفسي نفسي، حتى يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ويستأذن ربه بالشفاعة، فيأذن الله سبحانه وتعالى له، ويقول له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشفع لهم في أرض المحشر، ويبدأ بعدها الحساب والعرض على الله جل جلاله.